مصري حر ومستقل وغير مسيس. اللي بيحصل من الأمم المتحدة ده شيء مرفوض شكلا وموضوعا. التوجه اللي كان واضح جدا انه ضد الدولة المصرية بحد ذاتها، ان احنا نستدعي عائلة مجرم يحاكم على جرائم لا علاقة لها بالعمل السياسي، دي جرائم جنائية. ويمكن احنا شفنا المداخلات بتاعته وشفنا البوستات اللي نشرها قبل كده على صفحاته الخاصة، كل دي بتقول ان هذا الرجل هو مجرم يحاكم امام القضاء المصري. وانا عايز اقول حاجة مهمة جدا، لا اعتقد ان مثل هؤلاء يستطيعوا ان هم يعقدوا مثل هذه المؤتمرات في دول اوروبية يتحدثوا بالانتقاد او باستدعاء اي حد على الجيش او الشرطة في هذه الدول او حتى المواطنين في هذه الدول. هناك موقف ضد الدوله المصريه وضد وموجه بشكل كبير، احنا بنشوف تقاريرهم، لكن امبارح ظهر بشكل يعني علني بشكل واضح جدا انحيازهم ضد الدوله المصريه. واعتقد ان ما فيش مواطن مصري يعني هيقبل بهذا باي حال من الاحوال، بغض النظر اذا كان نائب في البرلمان او مواطن عادي. ردود الافعال داخل مصر في الحقيقه حاجه تشرف جدا، الشعب المصري شعب واعي فاهم كويس جدا. اللي حصل امبارح ده في الحقيقه هو أكبر دليل أيضاً على إن الدعوات الهدامة مش هتبقى ليها قبول لدى الشارع المصري. صحيح. أنت النهاردة بتتكلم على أسرة سجين معين، طب ما تتكلموا على كل السجناء. ما عندنا لجنة العفو الرئاسي تقدر إن هي تتقدم إليها وتشوف هل ينطبق عليه، هل ينطبق عليه الـ القواعد الخاصة بالعفو الرئاسي ولا لا. مسألة الضغط على الدولة المصرية، أنا عايز أقول حاجة برضو مهمة، هناك جيل في مصر هيتعامل بنفس الندية التي يتعاملون بها معنا. احنا لن نقبل بأي حال من الأحوال هذا السلوك المشين والأسلوب البذيء الذي ينتجه الغرب.